حدث هذا بالفعل. لحظات مذهلة تم تصويرها بواسطة كاميرات المراقبة السرية. بغض النظر عن مدى صعوبة ما يفعله مخرجي هوليوود في تصوير اللقطات الأكثر روعة وغير العادية، إلا أنه يمكن تصوير مثل هذه اللقطات من قبيل الصدفة، حيث تتمكن كاميرات المراقبة الخارجية في بعض الأحيان من تصوير ما لا يمكن لأي كاتب سيناريو للتفكير فيه. عند النظر إلى مثل هذه اللقطات لا يمكن أن تقول أنا لا أصدق هذا، وذلك لأن هذه الكاميرات لا تصور ممثلين بل تصور أشخاصاً عادية. شاهد هذا الفيديو للنهاية ولا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة. حسناً، هل أنت على أتم استعداد للدهشة؟ إذن هيا لنبدأ. رياح أم شبح؟ التقطت إحدى كاميرات المراقبة الخارجية اللحظة التي طارت فيها القمامة إلى السلة، حتى إن غطاء السلة تم رفعه في الوقت المناسب. هل هي حقاً الرياح التي عملت ذلك بكل دقة؟ يبدو الأمر مذهلاً لدرجة أنه من الأسهل الاعتقاد بأن هذا شبح. فأر. كما تعلم تعيش الفئران في المجاري، لذا قد تخرج من المرحاض بكل سهولة. لحسن الحظ أنه لم يذهب أحد إلى الحمام في تلك اللحظة. الآن لا يمكنك الشعور بالأمان حتى في المرحاض. الكرة المدمرة. ترك هذا الرجل سيارته بكل هدوء في الفناء ودخل المنزل، لكن انظر ماذا حدث أثناء غيابه. من كان يظن أن الكرة التي طارت عن طريق الخطأ يمكن أن تتسبب في الكثير من هذا الضرر؟ سقط. بعد فحص السيارة نسي الميكانيكي تماماً وجود فتحة مفتوحة أسفل السيارة فسقط فيها. دعونا نأمل ألا تكون هنالك إصابات. أعتقد أنه من الآن فصاعداً سيكون هذا الرجل أكثر انتباهاً. كلب كبير في السن. يحاول هذا الرجل دائماً أن يأخذ كلبه بين ذراعيه إذا كان بحاجة إلى صعود الدرج، لكن إذا قرر الكلب الاعتماد على نفسه فإن الأمر عادة لا ينتهي بشكل جيد. إعصار. التقطت إحدى كاميرات المراقبة الخارجية اللحظة التي تمكنت فيها عاصفة قوية من الرياح من رفع السيارة عن الأرض. إنه أمر لا يصدق. من الأفضل البقاء في المنزل في مثل هذا الطقس. توصيل. يجب أن تشاهد هذه اللقطات قبل استخدام خدمة التوصيل. كما يقال، إذا كنت تريد أن تفعل شيئاً جيداً فمن الأفضل أن تفعله بنفسك. إذا كان المنتج قيماً وهشاً فمن الأفضل ألا تكون كسولاً وقم بإحضاره إلى المنزل بنفسك. أبي بقوة خارقة. يعيش بطل خارق حقيقي داخل كل أب، لكن قوته تتجلى فقط إذا كان الطفل في خطر. هذا الرجل نفسه لم يكن يعرف أن لديه سرعة فائقة عندما كانت المرأة الكبيرة ستصطدم بابنته عن طريق الخطأ. سكوتر كهربائي. تم تصميم هذه الدراجات البخارية الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يمكن استخدامها للتنقل على الرصيف أو حتى عند الذهاب إلى السوبر ماركت. لكن لا أحد يتوقع رؤية مثل هذا السكوتر على طريق سريع مزدحم. بالطبع لم يستطع السير بسرعة، مما أدى الأمر إلى حدوث ازدحام مروري. القطط. هذا الكلب يحتاج إلى المشي، وهذه القطط تمشي بمفردها. عندما يأتي وقت المشي، يقوم هذا المالك ببساطة بإسقاط شيء ما من على الشرفة حتى يتسلق عبره حيواناته الأليفة. نعم، لن تنجح هذه الحيلة بالتأكيد مع الكلب، ولكن إذا كان لديك قطة فاستغل هذه الفكرة معها. إذا كنت أنت أيضا تعرف مهارة أو خدعة يمكن اتباعها مع الحيوانات الأليفة عند السير، فشاركها معنا في التعليقات أسفل الفيديو. أحد المشاة. فقط ألقي نظرة على هذا الرجل الذي يعبر الطريق. بالطبع ليست هنالك أي قواعد مرور تحظر عبور الطريق متدحرجا، ولكن قبل هذا الرجل
لم يكن لدى أحد مثل هذه الرغبة. هذا الرجل بالتأكيد لا يبحث عن طرق سهلة. الغراب والقنفذ. اتضح أن الغربان ليست فقط حيوانات ذكية جداً، ولكنها أيضاً طيور لطيفة للغاية. كان القنفذ على الطريق يمكن سحقه من قبل السيارات، لكن الغراب استمر في دفعه للأمام حتى يكون بأمان في أسرع وقت ممكن. هذه صداقة غير عادية. نسي. نسي هذا الرجل وضع السيارة على فرملة اليد وتوجه بهدوء نحو المنزل. لحسن الحظ، الرجل الذي فتح الباب له لاحظ على الفور أن شيئا ما كان خطأ، فاندفع للحاق بالسيارة. وفقا للإحصاءات، يقع يوميا حوادث عديدة نظرا لأن بعض السائقين ينسون وضع السيارة على فرملة اليد. طفل. إذا ارتكب الكبار مثل هذه الأخطاء، فماذا يمكننا أن نقول عن الأطفال؟ لا يهم أن هذا الطفل نسي إيقاف السيارة، ولكن المهم أنه تمكن من إصلاح كل شيء في الوقت المناسب، ولحسن الحظ لم يحدث أي شيء مزعج. عند الطبيب. لا تنسى أن كاميرات الفيديو غالباً ما يتم تثبيتها في مكاتب الأطباء أيضاً. يبدو أن هذه المرأة لم تفكر في هذا الأمر. في المصعد. دائماً ما يوجد كاميرات مراقبة في المصعد، وهذا أيضاً يستحق التذكر. هؤلاء الزوجان نسيا أن هنالك كاميرات مراقبة وأنه يتم تصويرهما. لا يمكننا رؤية ما فعله. عالق. ماذا ستفعل إذا علقت في المصعد واضطررت للبقاء فيه طوال اليوم؟ بالكاد يمكن لأي شخص أن يعطي إجابة على هذا السؤال حتى يقع في مثل هذا الموقف. حدث ذلك لشخص واحد، لابد أنه كان من أسوأ أيام حياته، وبفضل الكاميرا المثبتة في المصعد يمكننا أن نشاهد ما كان يفعله. ضد ساع البريد. كان ساع البريد يقوم بأداء عمله، ولكن على أي حال مهنة التوصيل خطيرة للغاية، فأنت لا تعرف أبداً من سيقابلك عند الباب. هل صاحب منزل شرير أم أنك ستصطدم بكلب شرير؟ هذا الرجل لم يحالفه الحظ. صيد السمك. في البداية اعتقد السائق أن هنالك بعض البلهاء أمامه، فمن سيصطاد في بركة مياه؟ ولكن عندما رأى صيدهم أدرك أنه في المرة القادمة سيحتاج إلى جلب صنارة الصيد معه. دب. لسوء الحظ لا أعرف كيف انتهى الأمر بهذا الدب في هذا المتجر، ولماذا لم يمنعه أحد من الإدارة هنا. لا أعرف أين يختبئ الموظفون، لكن من الواضح أنه أثناء وجود الدب هنا فإنهم بالتأكيد يستحقون انتظار الزوار. القط الملك. بالنظر إلى هذه اللقطات أتذكر مشهدا من فيلم الرسوم المتحركة The Lion King أو الأسد الملك. يا لها من لحظة درامية. كما ترى في الحياة الواقعية حتى القطط تخوض معارك ليست أقل شأنا في الدراما من الأسود. مندهش. أرادت الفتاة إثارة دهشة صديقها فقامت بالرقص له على الطاولة، ولكن كما ترى لم تأتي من هذا بشيء جديد. حسنا، ما هو الغرض من كل هذه التضحيات واعتناء الفتيات بأنفسهن؟ إذا كنت تريدين حقا إثارة دهشة الرجل بهذه الطريقة، فعليك بدعوة فتاة محترفة ترقص من أجلك، وهذا أسهل بكثير وأكثر أمانا. وأي رجل سيقدر هذه المفاجأة؟ بالإضافة إلى أنه لن يقلق عليك. الرقص. أحد الأمرين، إما أن هذا الرجل نسي أن المصعد شفاف، أو يبدو له أنه يرقص بشكل رائع. لكن هنالك شيء واحد مؤكد، وهو أنه يقضي وقتا ممتعا ولا يحتاج إلى صحبة على الإطلاق للاستمتاع من القلب. كرسي ذو ذراعين. لم تلاحظ المرأة أن الكراسي على الشرفة كانت غير مستقرة للغاية، لذا عندما جلست على أحدهما سقطت على الفور. لكن انظر إلى تعبيرات وجهها السعيدة، يبدو وكأنها كانت في لعبة ملاهي. ربما يبدو هذا ممتعا حقا.
برق. تم تصوير هذه اللقطات بواسطة إحدى كاميرات المراقبة الخارجية في فلوريدا. ضرب البرق مباشرة أعلى شجرة النخيل. الجاموس. خرج الجاموس على الطريق السريع وأثار الرعب في قلوب السائقين المارة. انظر فقط إلى مدى قوة هذا الوحش. عند المرور بجانبه يصبح الأمر غير مريح حقا حتى لو كنت تجلس في السيارة. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم أصدقائي الأعزاء. إذا أعجبكم الفيديو فاكتبوا المزيد من التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا، وبالطبع لا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتكم مقاطع الفيديو الجديدة والأكثر إثارة للاهتمام. شكرا على المشاهدة، أراكم في الفيديو القادم.